السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، أهلا بكم مجددا في درس الإملاء. كلنا نتذكر سلم أقوى الحركات. إذا تذكرتم معي، فأقوى الحركات هي الكسرة، وبالتالي إذا ظهرت الكسرة فوق الهمزة أو فوق الحرف الذي سبقها، فإن الهمزة ستكون على الياء، وصراع الحركات هذا يكون في الهمزة المتوسطة. أبنائي، هذا تذكير بسيط بالهمزة المتوسطة. والآن انتبهوا لعنوان درس اليوم: الهمزة المتطرفة وما قبلها ساكن. الهمزة المتطرفة وما قبلها ساكن. أعيد بعدي: الهمزة المتطرفة وما قبلها ساكن. ترى ما معنى همزة متطرفة؟ جيد بني، الهمزة المتطرفة هي همزة تكون في آخر الكلمة. الهمزة المتطرفة هي همزة تكون في آخر الكلمة. انتبهوا معي جميعا أبنائي. بطء في نظركم، لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ بطء في نظركم، لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ لا، ليس هذا هو الجواب المناسب، لأن الهمزة المتوسطة هي التي ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها. هنا ننظر فقط إلى ما قبل الهمزة، فبطء سبق الهمزة سكون حي، والسكون لا يناسبه مد. ستكتب الهمزة على السطر. كذلك جاء سبق الهمزة سكون ميز، لذلك كتبت الهمزة كذلك على السطر. انظروا لنقرأ معا عنوان الدرس: الهمزة المتطرفة وما قبلها ساكن. الهمزة المتطرفة وما قبلها ساكن. نمر الآن لقراءة الأمثلة التالية: بطء، بطء. لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون. وكيف هو هذا السكون؟ إنه سكون حي. ممتاز. دفء، دفء. وفي هذه الكلمة لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون حي. كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون حي. ممتاز بنيتي. شيء، شيء. وفي هذه الكلمة لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون حي. ممتاز بني. نمر لقراءة أمثلة السطر الثاني: جاء، جاء. لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون. وكيف هو هذا السكون؟ إنه سكون ميت. ممتاز بني. هدوء، هدوء. وفي هذه الكلمة لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون ميت. ممتاز بنيتي. مجيء، مجيء. وهنا لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأنها مسبوقة بسكون ميت.
ممتاز أبنائي، رددوا معي الآن. تكتب الهمزة على السطر إذا سبقها سكون حي أو ميت. أعيد وحدكم. تكتب الهمزة على السطر إذا سبقها سكون حي أو ميت. جيد. والآن خذوا دفتر الدروس وانقلوا درسكم.